بعدين عشان دخلت فؤاد حبيبك منع التليفون. ماشي. كابتن حسين لبيب، مساء الفل، رئيس النادي السابق طبعا. اهلا اهلا كابتن محمد. اهلا كابتن حسين، معايا الدكتور اسماعيل سليم في الاستوديو بيسلم يا عليك. يا دكتور اسماعيل وحشنا كتير والله. والله انت اللي وحشني يا حبيبي. يا حبيبي لسه بتكلم عليكم. كان لسه بيتكلم عليك من شويه والله. الناس الحلوه زهدت في النزول. الله يكرمك ويخليك. ان المناخ غير طبيعي. لا المناخ غير طبيعي. صعب. المناخ غير طبيعي. صعب جدا. كابتن حسين، يعني رؤيتك النهارده للانتخابات، رحت الاول اديت بصوتك؟ الحق لا، يعني ابقى امين معاك، انا ما رحتش النهارده اديت بصوتي. انا شايف من اول يوم زي ما كنا برضو قلنا مرارا وتكرارا ان العمليه الانتخابيه كان نيتنا ان احنا ننقد كشوف ونعمل عمليه انتخابيه عادله بمنتهى الحياديه. منتهى الحياديه دي معناها ان يبقى ما فيش حد له اي انترست ان هو يبقى جوه الانتخابات. تمام. فبالتالي احنا اما خلصنا دورنا تماما وكان اتفقنا مع الوزارة على ان في حالة نزولنا او ترشحنا لمجلس الادارة تستقيله. ان احنا بنطلع برا النادي. تمام. فهو ده اللي انا كنت شايفه من وجهة نظر ان ده المظبوط، وعشان كده يمكن كلنا طلعنا برا المشهد الانتخابي تماما تماما. بس في نفس الوقت كان يهمنا او كان الاصح ان يبقى اللي موجود داخل النادي ويقوم بالعملية الانتخابية سواء من ناحية تنقية الكشوف او الاشراف على الناحية الانتخابية لجنة محايدة. تمام. ما يبقاش في طرف هو اللي داخل النادي وهو اللي بيقوم بالعملية الانتخابية، لان كلنا مجالس معينة مش مجلس ادارة منتخب. طب كابتن حسين، يعني خلينا نقول سير اليوم النهارده، المشهد تابعته اكيد؟ يعني انا طبعا متابعه ومتابعه على السوشيال ميديا وعلى التلفزيونات، متابعه كويس جدا. المشهد الحاجه اللي كويسه جدا ان في كم كبير جدا أقبال من الاعضاء. هو راح النادي تقريبا يقال ان هو فوق 35,000، بس انا ما عنديش المعلومه لسه، ما فيش ارقام مرصوده سليمه حتى الان يعني. مظبوط. فانا مش عارف، انما يعني الناس كتير دخلت النادي فعلا كاعضاء جمعيه عموميه. ده اول مشهد. المشهد الثاني ان ما كانش في اي حياديه، انا في رايي اللي انا شفته كده ما كانش في اي حياديه. مجموعه الخناقات دي يعني لا يصح في نادي بحجم نادي الزمالك وقيمه نادي الزمالك ان يبقى فيه مشاكل او خناقات. لا يعني انا مش شايف ان العمليه الانتخابيه كانت فيها حيادية ولا ماشية مظبوط صراحة. الدكتور اسماعيل قال نفس الكلام والله، وقال الميكروفون اللي موجود، الدعاية اللي طرف واحد والتاني لا، اللي يعني رصد كذا حاجة برضو كعضو جمعية يعني. انا مش ضد فلان ومع فلان، انما الحيادية ما كانتش موجودة، التكافؤ ما كانش موجود. يعني اديني زي ما انت بتاخد اديني، ما تحجرش على ناس وناس، لان ده برضو مش في هي ديمقراطية. ليه انت بتخش ورا الستارة ليه؟ عشان ما حدش يشوفك يعني، عشان خاطر يبقى في حياد، مفيش ضغط عليك من حد ولا في حد. فما ينفعش انك انت تسيطر عليا او تسيطر على غيره او شيء. وفي الاخر انا بقول رغم ده كله عاوزين في الاخر يا كابتن حسين ان احنا نعمل ايه؟ اللي يجي عاوزين النادي كله يبقى أسرة واحدة، ولازم كلنا نتجمع جوه النادي. بمين؟ بينا كلنا وليس بالناجعين بس. فلازم دي يبقى الهدف اللي جاي ان شاء الله. كابتن يعني حسين اتفضل اتفضل يا كابتن. يعني معاك انا برضو عايز اقول زي الدكتور اسماعيل، هو احنا طول عمرنا متربيين في نادي الزمالك، وكنا بنبقى في يوم الانتخابات ده رايحين كلنا، ممكن يبقى واحد بيدي صوته لشخص واحد يعني زميلي، احنا داخلين الاثنين مع بعض، وهو عارف كويس جدا ان انا هدي لواحد وهو هيدي لشخص اخر، وطالعين احنا الاثنين حبايب وبنقعد كلنا في الجنين. تمام. المنظر اللي شفناه النهارده لا يمثل نادي الزمالك على الاطلاق بامانه مطلقه.
لا يمثل نادي الزمالك. احنا كنا اي سيده بنتفضلي حضرتك الاول، اي راجل مسن اتفضل حضرتك الاول، انما خناق وازعرينا مع النوادي كلها انت عملت انتخابات. ما حصلش كده خالص. ما ينفعش النهارده الصلاه تتقطع في نص الصلاه ونمسك ميكروفونات. يعني دي صلاه الجمعه. يعني في اشياء كتيره جدا جدا حصلت متهيالي ما فيش زملكاوي يرضى عنها. فيعني انا كنت شايف من وجهه نظري ان دخلنا هذه يعني الدايلما بتاعه الانتخابات، لا يعني احنا مش طرف فيها، لان ده مش الاسلوب بتاعنا ولا نجيده صراحه. يعني برضو يعني انا يعني فعلا صعبان عليا جدا القائمه الثانيه، يعني ما اخذتش فرصه متساويه انها ولا تظهر نفسها. ما ينفعش ان النهارده انا واحد مرشح نفسه وفي نفس الوقت مش قادر اقعد مع الاعضاء. العضو بيبقى خايف يقعد معايا لكنه يتسحب. ده شيء يعني انا مش شايف ان ده شيء مظبوط على الاطلاق. إيه اخيرا يا دكتور حسين، النصيحه اللي توجهها للمجلس القادم ايا كان يعني، والواضح الاول بس السؤال اللي يسبقه، الواضح ان هيبقى مجلس ائتلافي يعني مفيش قائمه هتنجح كامله. انت شايف ده هتبقى مشكله ولا شايف الناس هتتكيف مع هذا الوضع؟ لا انا شايف لو كل بصرف النظر عن الاشخاص زي ما الدكتور اسماعيل بيقول، بحترم جميع الاشخاص. هو الغرض الوحيد ان لو دخلت مجموعه مكونه من 3 اعضاء اساسيين اللي هو الرئيس ونائب رئيس وامين صندوق و6 اعضاء فوق السن و3 تحت السن، يبقى اجمالي 12. ال 12 دول يبقوا بيشتغلوا على قلب يعني نادي الزمالك وعلى قلب رجل واحد لمصلحة نادي الزمالك. حكاية القوائم دي كلها يعني زي ما بنقول موضة جديدة. احنا طول عمرنا بندخل الانتخابات بيدخل فردي كل واحد لوحده، والمجموعة داخل كابتن الزمن غير الزمن يا كابتن حسين. معلش بس برضو الزمن نقدر نرجعه تاني، لان برضو هي اخلاق زي ما بيسموه. احنا النوادي دي كلها يا كابتن محمد الدكتور اسماعيل دي رياضة، والرياضة اساسها الاخلاق ثم الحرفنة او ان الواحد يبقى ملم بالرياضة دي كويس. فالاخلاق بتحتم علينا ان ال 12 واحد دول كلهم يتكاتفوا لمصلحة نادي الزمالك. احنا المجموعة اللي انا كنت بتشرف وبشتغل ما كانوش يعرفوا بعض بجد، انما في ال6 شهور اللي احنا قضيناهم في النادي قدرنا الحمد لله، لان كلنا كان ما فيش اي مصلحه غير مصلحه نادي الزمالك من وجهه نظرنا الشخصيه، ان احنا ادينا ما علينا والحمد لله ربنا كلل المجهود بتاعنا ده بالبطولات كلها. فكنا بنقول يا جماعه اشتغلوا بنفس الطريقه بصرف النظر اللي كان بيشكك في اللي احنا عملناه. نعم كابتن حسين لبيب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله نتواصل في مرات اخرى.